أحب أنوه متابعينا الكرام إن إن شاء الله هيتم شرح منهج البيولوجي للصف الأول الثانوي على قناتنا قناة برايفت ماس ليسونز، وهيتم الشرح من خلال كتاب المعاصر، بالإضافة لمنهج الماثماتيكس هيكون شرح المنهج معانا على القناة للصف الأول الثانوي وبرضه باستخدام كتاب المعاصر. السلام عليكم، إزايكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمة فتحي، وإن شاء الله النهاردة هنحل أسئلة كتاب المعاصر على Chapter 2 ليونت 1 الخاصة بالنانو تكنولوجي. قبل ما أبدأ حل الأسئلة أحب أفكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الطلاب. كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول. زي ما قلت إن شاء الله النهاردة هنحل أسئلة كتاب المعاصر على Chapter 2، وأول سؤال هيقابلنا بيقول لي drinking water contaminated with mercury can cause the damage of the human brain cells. Which of the following specimens is less harmful؟ دلوقتي إحنا لو شربنا مية contaminated with mercury بيسبب damage في البرين سيلز، أنهي عينة في دول هتكون less harmful؟ أكيد العينة اللي فيها ميركوري أقل، كمية الميركوري فيها قليلة، عشان كده هتبقى less harmful. مين أقل كمية للميركوري في دول؟ أنا عندي 10 باور ماينس 15، 10 باور ماينس 6، 10 باور ماينس 8، 10 باور ماينس 10. إحنا عارفين إن كل ما الرقم ده كان كبير كل ما بيعبر عن كمية صغيرة، يعني الباور مادام ماينس يبقى كل ما زاد كل ما الكمية كانت قليلة. مين أكبر باور بالماينس هنا؟ هو ده، يبقى هي دي أقل كمية. يبقى العينة نمبر A دي هي less harmful لأن دي أقل كمية mercury في الوتر. نمبر 2 بيقول لي the ratio between الميكروميتر والنانوميتر. المايكرو للنانو، المايكرو فيها كم نانو؟ بنضرب ايه؟ بنضرب في 10 باور 3 عشان المايكرو اكبر من نانو، فعشان احول المايكرو لنانو يبقى 10 باور 3، يبقى نمبر بي. What is the value of 0.03 second in nano seconds؟ انا عايز احول السكند لنانو، لنانو سكند. احنا اتفقنا ان احنا عندنا سلم عامل كده، السكند هنا، هنا في الملي، هنا في المايكرو، وهنا في النانو. من سكند الملي بنضرب في 10 باور 3، من ملي المايكرو بنضرب في 10 باور 3، من مايكرو النانو بنضرب في 10 باور 3. معنى كده من سكند النانو 3 و3 و3 يبقوا 9، يبقى هنضرب في 10 باور 9. انا عندي كام بقى؟ اهو انا عندي 0.03 multiply 10 باور 9. دي يعني ايه؟ يعني 3 over 10 باور 2 multiply 10 باور 9. طلع ده فوق هيطلع بالماينس، يبقى 3 multiply 10 minus 2 وبعدين 10 باور 9. هنعمل ايه في دول؟ هنطرحهم من بعض، يبقى 3 multiply 10 9 minus 2 7. هي دي نانو سكند. فين بقى الاختيار ده؟ اهو نمبر بي. نمبر 4 the amount 0.398 meter equal if دول، احنا هنحول المتر لملي. احنا عشان نحول المتر لملي بنعمل ايه؟ اهو المتر هنا، هنا الملي، هنا المايكرو، وهنا النانو. عشان نحول المتر لملي هنضرب في 10 باور 3 من الكبير للصغير، اضرب ده في باور 3 يبقى 0.398 multiply 10 باور 3 هيبقى ايه؟ 398 ملي متر. فين الرقم ده اللي هو نمبر A؟ نمبر 5 which of the following substances has the largest mass؟ عايزين نعرف اكبر ماس في دول، ولكن هنا مديني ملي جرام، هنا جرام، هنا كيلو جرام، هنا ملي جرام. ينفع؟ ينفع أقارن ما بين يونتس مختلفة كده؟ لازم كلهم يبقوا نفس اليونت.
انا قلت الاسهل نحول من الكبير للصغير، اليونت الكبيرة للصغيرة. اصغر يونت هنا مين؟ الميلي جرام. يبقى هحول الكيلو والجرام لميلي جرام. تعال نعمل السلم، الكيلو جرام وهنا جرام وهنا ميلي جرام. تمام، الكيلو جرام عشان نحوله لجرام بنضرب في 10 باور 3، والجرام عشان نحوله الميلي هنضرب في 10 باور 3. يلا دي كام؟ دي 1000 ميلي جرام. دي هنسيبها زي ما هي، انا كده كده هحولهم كلهم لميلي، فدي هسيبها زي ما هي. نشوف دي ال1 كيلو جرام، دي هنحولها لميلي 1 كيلو جرام. بص معايا، عشان احول الكيلو جرام لميلي كيلو جرام هضرب في 10 باور 3، 10 باور 3 يعني 1 في 10 باور 6 ميلي جرام. طيب نمبر سي دي بالجرام، سي هنحولها، سي هتبقى عامله ازاي؟ هو بيقول لي 10000 جرام، عايزين نحولهم لميلي، الميلي جرام هنضرب في 10 باور 3، يبقى الرقم ده اللي هو 1 2 3 4 يبقى 10 باور 4 ملتبلاي 10 باور كام؟ باور 3 يعني 10 باور 7 ميلي جرام. تعالوا نكتب جنبها، دي هتبقى كام؟ دي هتبقى 10 باور 6 ودي هتبقى 10 باور 7. دي ايه؟ دي ميلي جرام زي ما هي. تعال نشوف دي هتبقى ايه؟ دي 10 باور 3 ودي 10 باور 4. هو عايز اللارجست، اكبر رقم فيهم اهو نمبر سي 10 باور 7، نمبر سي هي اكبر واحدة. يبقى انا لما اجي اقارن ما بين كميات مختلفة في اليونتس كده لازم اوحد اليونت عليهم كلهم عشان اعرف مين الاكبر او مين الاصغر. نمبر 6 the following pairs of masses are equal except، كل دول كل اتنين من دول equal ما عدا واحدة. بص انا عندي مايكرو نانو، يبقى تعالوا نعمل السلم هنا، الجرام ميلي جرام مايكرو جرام ونانو جرام. هنا 10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3. تمام، بيقول لي 10 باور 3 مايكرو و 10 باور 6 نانو، يبقى لازم احول المايكرو دي لنانو. عشان احولها لنانو اعمل ايه؟ هضربها في 10 باور 3 هتبقى 10 باور 6، يبقى الاثنين قد بعض فعلا. ماشي، تعال بص دي معايا نانو وجرام، ما ينفعش حول الجرام لنانو، الجرام عشان نحوله لنانو هنضربه في 10 باور 9 يبقى 10 باور 9. الاثنين زي بعض صح. بص هنا 0.1 ملي جرام و 0.001 جرام، يبقى لازم نحول واحده للثانيه. حول الجرام للملي، ادي الجرام للملي هنضربها في 10 باور 3 يعني هتديني كام؟ هتديني 1 ملي جرام. بص دي 0.1 ودي 1، لا دول مش قد بعض. طب تعال نبص هنا، بيقول لي 10 باور 2 مايكرو و 0.1 ملي، هنحول الكبير للصغير، الملي للمايكرو هنضرب في 10 باور 3. يلا دي هتضربها في 10 باور 3 هتديك كام؟ هتديك 10 باور 2 مايكرو، يبقى دي صح، الاثنين قد بعض. يبقى هي دي اللي الكميتين دول مش قد بعض. لما هحول الجرام للملي جرام هيديني 1 ملي جرام وهنا 0.1، يبقى هي دي اللي مش قد بعض. The opposite figure shows a graduated cylinder. What is the suitable measuring unit which is used to measure the volumes in the graduated cylinder? احنا بنقيس الفوليوم. فوليوم يعني مش سكوير، السكوير ده الاريا، انا عايزه فوليوم. بنقيس بالملي متر كيوبيك ولا سنتيمتر كيوبيك؟ الجراديويتد سلندر بنستخدم السنتيمتر كيوبيك. نمبر 8 the reason of the new unique properties of the nano substances is the very large ratio between the volume ومين؟ احنا كنا بنجيب الراتيو ما بين السيرفيس اريا والفوليوم. الراتيو دي كل ما كان البارتكلز الدايمنشنز بتاعتها بتقل كل ما كانت الراتيو بتزيد، يبقى surface area. When the dimensions of a substance change
from macro لنانو. All the following properties remain constant except. كل ال properties دي بتفضل ثابتة ما عدا واحدة. Surface area لا طبعا بتتغير. الماس ثابتة. الدنسيتي ثابتة. الفوليوم ثابتة. هي دي اللي بتتغير. Decreasing the volume of the gold particles causes a change in each of the following except. لما بنغير او بنقلل الفوليوم بتاع الجولد بارتيكلز بيسبب تشينج في بعض البروبرتيز. كل دول هيتغيروا ما عدا حاجه. Its interaction with visible light هيتغير change. Its atomic composition الاتوميك كومبوزيشن بتاع الجولد هيتغير؟ لا. Its color all color change. Its surface area change. يبقى كلهم هيحصل لهم change ما عدا الاتوميك كومبوزيشن. Number 11. Which of the following charts represents the relation between the volume with nanoparticles of the copper and the hardness? احنا قلنا ايه؟ قلنا كل ما ال volume بيقل ايه اللي بيحصل في ال hardness؟ ال hardness بتزيد. معنى كده ان انا عايزة graph كل ما الفوليوم قل الهاردنس زادت. بص هنا كل ما الفوليوم زاد الهاردنس ثابتة؟ لا. هنا الفوليوم ثابت والهاردنس بتزيد؟ لا. هنا الفوليوم بيزيد الهاردنس بتزيد؟ برضو لا. هنا كل ما الفوليوم بيزيد الهاردنس بتقل. يبقى كل ما الفوليوم بيزيد الهاردنس بتقل او كل ما الهاردنس بتزيد الفوليوم بيقل. يبقى هي دي الإجابة الصح. Number 12. Which of the following represents the change in the surface area and the volume of a cube when it is divided? لما بنقسم الكيوب لحتة صغيرة بيحصل change في surface area والفوليوم. مين في دول بيعبر عن change اللي بيحصل في surface area والفوليوم؟ It's a surface area decrease. من قبل ما اكمل هي surface area بتقل لما بنقسم الكيوب؟ طبعا لا هي بتزيد. Surface area increase but the volume decrease؟ لا الفوليوم ثابت. Surface area decrease؟ لا قلنا surface area بتزيد. Surface area increase and its volume remain constant. ايوه هي دي صح. The opposite figure represents the nano volume of four samples of an element. The nano volume لفور elements. Which of these samples is the hardest? تاني الفوليوم لما يقل اللي بيحصل في الهاردنس بتزيد. معنى كده ان اعلى هاردنس هي اقل فوليوم. هو عايز هنا ايه؟ اعلى هاردنس الهاردست يبقى اقل فوليوم. يبقى نمبر دي اصغر واحده يبقى عندها الهاردنس اعلى حاجه يبقى نمبر دي. نمبر 14. The following figures represent three samples of same substance. The mass of each of them is 50 gram. كلهم الماس بتاعتهم 50 جرام. When they were dissolved in 500 milliliter of water لما هندوبهم في 500 milliliter of water each individually كل واحد لوحده at room temperature it was found that the rate of dissolution of sample C is the lowest. دي اقل واحدة بتدوب. احنا حطينا التلاتة سامبلز دول في 500 milliliter of water. التلاتة ليهم نفس الماس ودوبناهم لقينا دي اقل واحدة في الدوبان او ابطأ واحدة في الدوبان. What is the scientific explanation for that? The sample C has A عشان كده كانت ال lowest في solubility. عندها largest volume؟ لا هما كلهم نفس ال volume. Smallest surface area؟ أيوة دي عندها أقل surface area معرضة لreaction. Highest number of particles؟ لا. Lowest density؟ لا الdensity ثابتة لأن هما التلاتة نفس الماتيريال. يبقى smallest surface area. Number 15. To be described as a nanoparticle, this particle should A. عشان نقول على البارتكل ده nanoparticle. B. Unidimensional. يبقى لا. Have lengths and widths which are measured in nanoscales. عندها widths و lengths
في النانو سكيل مش ده اللي هيخلينا نقول عليها نانو بارتيكل، مش هو ده. have length width and height لا، have at least one nano dimension ايوه هقول عليها نانو بارتيكل لو على الاقل عندها دايمنشن واحد في النانو، one nano dimension. number 16 all of the following are one dimensional nano substance except كل دول one dimensional ما عدا حاجه. الثين فيلم دي one dimensional، النانو شيل لا دي three dimensional مش one. which of the following substance can have these dimensions، مين في دول ممكن يكون عنده الدايمنشنز دي؟ طيب انا عشان اعرف الدايمنشنز دي ايه اصلا لازم احولها للنانو دايمنشن عشان اعرف ده 1 دايمنشنال نانو سبستنس ولا 2 دايمنشنال ولا 3 دايمنشنال. لازم احولهم كلهم للنانو، متر احوله للنانو ازاي؟ اهو ادي المتر، هنا الملي، هنا المايكرو، وهنا النانو. من متر ملي هنضرب في 10 باور 3 10 باور 3 10 باور 3. انا عايزه من متر لنانو يبقى هنضرب في 10 باور 9 عشان انا بضرب من الكبير للصغير او بحول من الكبير للصغير. يبقى اول دايمنشن ده هيبقى 0.11 multiply 10 باور 9 multiply 10 باور 9 هيبقى عامل ازاي؟ دوت 11 over 10 باور 2 10 باور 9 10 باور 9، شيل 2 من 9 دي يبقى 7 7 و 9 يبقى 16، يبقى 11 multiply 10 باور 16 نانومتر. طيب تاني دايمنشن اللي هو ده 0.18 multiply 10 باور ماينس 5 هحوله لنانو اضرب في 10 باور 9، دي هتبقى 18 على 10 باور 2 10 ماينس 5 10 باور 9. بص معايا دي هتطلع فوق بالماينس يبقى ماينس 7 تبقى 18 10 باور 2 نانو متر. طب الدايمنشن التالت اللي هو 320 multiply 10 minus 11 عايز احوله للنانو هضربه في 10 باور 9. بص معايا 11 و 9 هتبقى 320 multiply 10 باور minus 2 نانومتر. بص معايا ادي ال 3 dimensions in النانو متر. انا عارفه النانو سكيل من كام لكام؟ من 1 ل 100 نانومتر. مين في دول في النانو سكيل؟ ده لا، ده مش في النانو سكيل، ده مش في النانو سكيل، ده في النانو سكيل لان دي هتبقى ايه؟ 3 بوينت نانومتر. يبقى ده في النانو سكيل، يبقى ده 1 دايمنشنال نانو سبستنس، صح كده؟ يبقى انا بدور على 1 دايمنشنال نانو سبستنس. مين في دول one dimension nano substance؟ الثين فيلم دي one dimension، الكربون نانو تيوب دي two dimensional، الباكي بول دي three dimension، النانو شيل three dimension. يبقى الوحيدة اللي ممكن يكون عندها dimensions دي هي الثين فيلم. يبقى number E. number 18 بيقول لي the screen of a mobile phone is covered with nano liquid to form a thin layer on its surface to protect it from scratching and breaking. What is the type of matter used in manufacturing this nano liquid؟ هنستخدم ايه عشان نعمل الطبقة من النانو ليكويد دي؟ ثين فيلم صح؟ ثين فيلم بنحطها على السكرين، معنى كده انها تكون one dimensional nano substance لان الثين فيلم دي من الاكزامبلز بتاعت ال one dimensional nano substance. From the two dimensional nano substance A، مين في دول two dimensional؟ الكربون نانو تيوب، لكن الباكي بول دي three dimension، نانو فايبرز one dimension، والنانو شيل دي three dimension، يبقى دي هتبقى الكربون نانو تيوبز.
اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. Number 20, the atoms in carbon nanotubes are linked together in A. الاتومز بتاعت الكربون مرتبطة ببعضها في 3 membered rings, 5 membered rings, 4 membered rings ولا 6 membered rings. احنا لو رجعنا بصينا على الكربون نانوتيوب هنلاقيها مكونة من شبكة عاملة كده. الكربون مرتبطة ببعضها في رينج شكلها كده. ادي 1 2 3 4 5 6 6 membered rings. دي ما كانتش موجودة في الدرس ولكن الرسمة لو رجعنا بصينا عليها هنلاقي الدوائر عاملة كده او rings عاملة كده. The nano substance whose dimensions are 20, 50 to 100 nanometer can be used in A. قبل ما اعرف هي بتستخدم في ايه لازم اعرف نوعها. دي 1 dimension ولا 2 dimensional ولا 3 dimensional. ابص انا عارفة ان النانو سكيل من 1 ل 100 نانومتر. بص معي دي 20 اه ده نانو سكيل, 50 نانو سكيل, 200 لا. يبقى دي ايه؟ 2 dimensional نانو substance. يبقى انا دلوقتي بشوف الابليكيشن بتاع 2 dimensional نانو substance covering the products and surfaces. لا دي 1 dimensional. Delivering the medications inside the human body. لا دي 3 dimensional. Biological sensor devices. دي ايه؟ دي الكربون نانو تيوب, والكربون نانو تيوب دي 2 dimensional. Producing water filters. لا دي ال 1 dimensional. يبقى هي دي. Number 22. One of the uses of a 3 dimensional nano substance is to A. بنستخدم 3 dimensional nano substance في المانيوكاكتشر of a nano robot ولا target the infected cells with the proper medication ولا target crawling insects ولا manufacture geological scanners. حاجات دي غريبة علينا. هي دي, فاكرين الباكي بول كنا بنحط فيها المديكيشن عشان نتارجت الانفكتد سيلز. What are the possible dimensions of the shown figure? الفيجر ده ده ايه؟ ده 3 dimensional nano substance. يعني لازم التلاتة dimension يكونوا في النانو سكيل اللي هو من 0 ل 100. تعال نبص, ده في النانو سكيل؟ لا, مادام في واحد مش في النانو سكيل يبقى مش هو ده, لان لازم يكونوا التلاتة في النانو سكيل. بص هنا الاتنين دول مش في النانو سكيل يبقى مش ده. هنا ده في النانو سكيل, ده في النانو سكيل, وده في النانو سكيل اهو. ده 3 dimensional nano scale substance. هنا لا, ده بره وده بره وده بره. يبقى هي دي الدايمنشنز اللي ممكن تكون بتاعت 3 dimensional nano substance. Which of the following choices express the dimensions of a nano substance used in targeting the diseased cells with the proper medication? هما مين اللي بنستخدمهم في التارجتنج الديزيزد سيلز؟ دول الثري دايمنشنال نانو سابستنس. يبقى انا بدور على 3 دايمنشنال نانو سابستنس, يعني الثري دايمنشنز لازم يكونوا في النانو سكيل. ده هو مديهم لي هنا بالميتر, يبقى لازم احولهم للنانو سكيل. بص معايا نمبر A دوت مفروض نحول كده. ادي الميتر, هنا الملي متر, هنا الميكرومتر, وهنا النانومتر. من هنا لهنا 10 باور 3, من هنا لهنا 10 باور 3, ومن هنا لهنا 10 باور 3. يبقى احنا من متر للنانومتر هنضرب في 10 باور 9. ده لما نضربه في 10 باور 9 هيديني ايه؟ 1.2 9 و 11 يبقى 10 باور 2. عايز اختصر ده كمان هتبقى ايه؟
هتبقى 12 في 10 يعني 120. طيب وده 200 لما اضرب هنا في 9 يبقى هيتبقى لي minus 1 minus 1 وهنا في 200 يبقى 20 نانومتر. دي هتبقى ايه؟ هنضرب هنا في 9 هيتبقى كام؟ هيتبقى 3 minus 3 شيل ال minus 3 من 0 من هنا يبقى 2 يبقى 3200 نانومتر. بص ده ايه؟ ده بره النانو سكيل، ده في النانو سكيل، ده بره، يبقى الاجابه ايه؟ دي ما تنفعش. طيب بص معايا نمبر بي، ده هنضرب في 10 باور 9 هيتبقى لي هنا ماينس 1 هتبقى 2.1 ماشي، ده في النانو سكيل. بص الثانيه 18 وهنا ماينس 7 ومعايا 9 هيتبقى 10 باور 2 باور 2 في هنا ماينس 2 يبقى 18، دي كمان معايا في النانو سكيل. بص هنا 9 وماينس 9 هيروحوا مع بعض يبقى ده ايه؟ 17.9، ده 3 دايمنشنال اهو، يبقى دي ممكن. بص في السي هنضرب هنا في 10 باور 9 هتبقى 10 باور 2 يبقى هتبقى 13000. من قبل ما اكمل، ده انا عندي هنا ده بره النانو سكيل وانا عايزه 3 دايمنشنال، يبقى دي ما تنفعش. بص هنا اضرب في 10 باور 9 هيتبقى لي 10 في 17 170، ده بره النانو سكيل، يبقى الوحيده اللي تنفع هي دي. اللي عملته ايه؟ حولت كل الدايمنشنز دي لنانومتر. لازم الثلاثه يبقوا في النانو سكيل، دي الوحيده اللي الثلاثه بتاعها او 3 دايمنشن كانوا في النانو سكيل. The dimensions of the particles of a substance are 79, 92, 81 nanometer. Its molecule is composed of 60 similar atoms. One of the characteristics of this substance is, بص ده ايه؟ ده 3 dimensional nano substance ومكونة من 60 similar atom. ده ايه؟ ده الباكي بول، الباكي بول C60. من الكاركترستيك بتاعتها ايه؟ It is electrical superconductivity. لا دي بتاعت الكربون نانو تيوب. That is bend easily to protein. برضو دي الكربون نانو تيوب. It is high hardness. برضو دي الكربون نانو تيوب. It is hollow. ايوة فاضية من جوة. هي دي الباكي بول C16. Number 26. What is the number of carbon atoms which are linked to each carbon atom in a buckyball? كل كربون اتوم مرتبطة بكام كربون تانية في الباكي بول؟ احنا لو بصينا عليها قلنا ان هي شبه الفوتبول صح؟ عاملة كده كده كده، وكل واحدة من دول مرتبطة بكربون تاني، يبقى الكربون دي connected to كام كربون اتوم؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقى linked to 3 كربون اتومز، كل واحدة متصلة بثلاثة. Number 27. A nano shell has two dimensions of 25 nanometer with 30 nanometer. What is the probable third dimension of this cell? هي النانو شيل دي ايه؟ دي 3 dimensional nano substance. عندها 2 dimension nano، يبقى لازم الثيرد يكون نانو دايمنشن برضو. دي لا دي مش نانو، دي دي نانو، هي وفي النانو سكيل، يبقى هي دي الوحيدة اللي في النانو سكيل. عايزة اتأكد حولهم كلهم لنانومتر، هتلاقي ان هو دوت الاجابة الصحيحة، لازم يكون نانومتر وفي النانو سكيل، يعني من 1 ل 100 نانومتر. النانو بارتيكلز which are covered with gold are used in the treatment of A. الparticles اللي covered with gold، من غير ما نقرا الإجابات، دي بنستخدمها في الكانسر، في treatment of the cancer. From the modern technologies in treating the coronary artery blockage، الانسداد بتاع the coronary artery أو the clotting، بنستخدم إيه؟ الباكي بول، النانو شيل،
النانو روبوت ولا الكربون تيوب؟ الباكي بول دي بنشيل فيها الميديسن عشان نتارجت الديزيز دي سيلز. النانو شيل دي بنعمل بيها تريتمنت للكانسر. الكربون تيوب دي ليها استخدامات تانية خالص. اما البلوكج بتاع الكورونري ارتري بنستخدم النانو روبوت اللي بندخله في البلاد ستريم فيعمل إذابة للكلوتينجز. From the applications of nanotechnology in the environmental field, wireless nano devices, لا دي في الكوميونيكيشن فيلد. Dirt removing textile, لا. Nano filters, دي في الانفايرومنتال فيلد. اما الهيدروجين فيول ديت في الانرجي فيلد. يبقى هي دي الإجابة الصح. اخر سؤال معايا بيقول لي In the light of the interest of the scientists in reducing the consumption of aviation fuel, الaviation fuel ده اللي هو الوقود بتاع الطيران. There are attempts being made to replace the copper conductors with plastic conductors known as polyaniline. Which of the following can be added to polyaniline to render it a better electric conductor than the copper? مين اللي ممكن نضيفه للبولي ألانين عشان يزود الإلكتريكال كوندكشن؟ الكربون نانو تيوبز، النانو شيل، الباكي بول ولا النانو وايرز؟ دي الكربون نانو تيوبز لأن احنا قلنا ان عندها إلكتريكال كوندكشن أعلى من الكبر. بكده نبقى وصلنا لنهاية الأسئلة. فاضل الجزء بتاع الاساي كويتشنز، دي أسئلة مقالية وإجاباتها موجودة معكم. لو احتجتوا فيها أي حاجة تقدروا تتواصلوا معايا على رقم الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. بكده بقى وصلنا لنهاية الأسئلة. إن شاء الله هشوفكو الفيديو الجاي مع شرح اليونت الجديدة، هندخل إن شاء الله في يونت 2 ومع دروس جديدة. أشوفكو إن شاء الله الفيديو اللي جاي.